علمتنا وزدنا من لدنك علما. يعني بعد أن أنهى الشيخ النووي رحمة الله عليه في كتابه كتاب الأذكار، وهو من الكتب المختصرة البسيطة النافعة التي لا بد لكل إنسان مسلم أن يكون قد قرأها مرة على الأقل في حياته، لأنه رحمة الله عليه جمع ما بين الآداب وما بين السنن وما بين الأذكار في هذا الكتاب البسيط السهل، سهل العبارة ويفهم بشكل سلس وميسر. أسأل الله تعالى أن ينفعنا به وأن يجزيه من الخيرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبدأ الآن الشيخ النووي في كتاب سماه كتاب الأذكار المتفرقة، يعني لن يخص حالة من الأحوال، لن يخص مثلا دخول البيت، لن يخص الأذكار بعد الصلاة، وإنما أذكار متفرقة. فبدأ في أول باب من أبواب هذا الكتاب باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند بشرى بما يسره، يعني إذا سمعت خبرا يسرك أو رأيت شيئا يسرك، قال الأولى أنه أو الأولى أنك يجب عليك أن تشكر الله تعالى وأن تفعل بعد ذلك شيء سيخبرنا عنه الشيخ النووي. والأصل في الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى على كل نعمة متجددة رآها أو شعر بها. فمثلا إذا رأيت هذا الثلج يجب عليك أن تشكر الله سبحانه وتعالى، إذا رأيت الأمطار تهطل يجب عليك أن تشكر الله، إذا رأيت مثلا ولدك نجح في مدرسة يعني علامات ومعدل عالي تشكر الله تعالى، إذا رأيت نفسك قد أتقنت بابا من أبواب العلم أو حفظت آية أو سورة من القرآن الكريم لا بد أن تبدأ فتشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه بالشكر تزيد النعم، كلما شكرت الله سبحانه وتعالى على نعمة أعطاك إياها. أيضا تشكر الله سبحانه وتعالى عندما تسمع بخبر وفاة أو هلاك أحد الظلمة، تشكر الله تعالى على هذا الخبر بأن الله تعالى قد أراح من هذا الرجل ومن شره. في كل نعمة سواء تأخذها أو سواء نقمة تندفع عنك تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ليتزداد من هذه النعم، ولأن النعمة عبارة عن صيد، عبارة عن صيد مطلق، فأنت تقيدها بهذا الشكر فيزيدك الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة كلما شكرته عليها. فيقول الشيخ رحمة الله عليه: اعلم أنه يستحب لمن تتجدد له نعمة ظاهرة أو تندفع له نقمة ظاهرة، إما نعمة تنجلب أو نقمة تندفع، أن يسجد لله شكرا. يسجد لله شكرا، كيف سجود الشكر؟ كيف سجود الشكر؟ يقف الإنسان كقيامه للصلاة، ينوي فيقول في قلبه: نويت سجود الشكر، ثم يهوي، ما في ركوع، ثم يهوي، فيسجد سجدة واحدة ثم يقوم. تمام؟ هذه بعض العلماء قال: لا، الشكر ما بصير إلا أن تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، هذه سجدة الشكر ما فيها سلام. لماذا؟ لأنه ما هي صلاة. أيضا سجود التلاوة ما فيه سلام لأنه ما هو صلاة، نحن نسلم يمنة ويسرى حينما يكون هناك صلاة، ولكن هذا ما في صلاة، لماذا تسلم؟ قال: هذا يستحب أن تكررها كلما حصلت لك نعمة، مباشرة تقوم في الأعلى نويت سجود الشكر وتهوي سجدة لله سبحانه وتعالى واحدة بس، بعد ذلك تنصرف من صلاتك تقوم لأنك قد أنهيت الواجب عليك في هذه السجدة. متى يسن الإنسان أن يفعلها؟ في كل وقت، متى ما حصلت النعمة تسجد شكر، سواء قبل الصلاة بعد الصلاة. والأولى للإنسان إذا كان هناك وقت مكروه للصلاة كبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أن يؤخرها إلى الوقت الذي تستحب فيه الصلاة، لأن هذه الأوقات الأولى أن الإنسان لا يصلي فيها إلا الصلاة التي اضطر عليها. كيف الصلاة التي اضطر عليها؟ كصلاة الجنازة، حضرت في هذا الوقت فيصلي لله سبحانه وتعالى هذه الصلاة. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الشورى الطويل، أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة يستأذنها في أن يندفن مع صاحبيه، لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد ذلك جمع مجلس شورى ليختاروا الخليفة بعده، ف
ثم بعد ذلك يعني بان عليه بأن الموت حال به لا محال، فأصبح يستشير أصحابه في الخليفة الذي ينصب بعده. وبعد ذلك قال أين أدفن أنا؟ فكان في رغبته أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر، فأرسل ابنه عبد الله إلى السيدة عائشة ليسألها. لماذا؟ لأن القبر كان في بيتها وهي أولى الناس، لأن زوجها صلى الله عليه وسلم مدفون هناك وأبوها أبو بكر رضي الله عنه. فيستأذنها: هل تسمحين لي أن أدفن في جانب صاحب أبي بكر وجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرسل ابنه عبد الله إلى عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبي. فلما أقبل عبد الله قال عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. قال: أذنت؟ يقول عمر: أذنت يعني عائشة أن أدفن بجوار صاحبي. قال: الحمد لله. عمر عبد الله بن عمر يقول: الحمد لله، يعني نعم أذنت أن تدفن جانب صاحبي، ما كان شيء أهم إلي من ذلك، ما كان شيء مأرقني وخايف عليه أنا ما توافق إلا أنها ترفض أن تدفن بجوار صاحبي أبي بكر وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمر، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في ذلك الوقت لا يستطيع لا القيام ولا شيء، يعني كان في سكرات الموت، فقام عبد الله بن عمر رضي الله عنه بالسجود لله سبحانه وتعالى سجدة الشكر. هذه السجدة كما قلت لكم يستحب للإنسان أن يعلمها أولاده وأن يكررها في كل موطن يجد فيه نعمة متجددة لله سبحانه وتعالى، أو يجد نقمة تنصرف عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا نقمه وأن يلهمنا شكره في كل صغيرة وكبيرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.